السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكنا طالبات الصف التاسع في مادة اللغة العربية، واليوم بإذن الله نستكمل درس الكتابة قصة ووصف الشخصيات الجزء الثاني. مدرسة المجتمع الخاصة للبنات، إعداد فتيات متعلمات قادرات على بناء مجتمع واع متحضرا محافظا على أخلاقه وقيمه ومستخدما للتكنولوجيا الحديثة. أهداف الدرس: أن تحدد الطالبة عناصر القصة الواجب توافرها في قصتها بشكل صحيح. أن تكتب الطالبة مقدمة لمسودة قصة قصيرة حول شاب نجح في تحقيق حلمه بشكل صحيح. كتابة قصة ووصف الشخصيات: تذكري معي عزيزتي الطالبة، المطلوب منك كتابة قصة تنتهي بهذه الجملة: وأخيراً حقق صالح هدفه الذي سعى إليه جاهداً دون أن يكسر نفسه لأحد. وهذه هي مراحل التخطيط للكتابة، وهي أن تجعلي البداية جاذبة والعقدة مشوقة والنهاية مناسبة، وأيضاً أن تصفي الشخصيات القصة أثناء كتابتها وصفاً حسياً ومعنوياً، وأيضاً أن تنوعي في توظيف الحوار الداخلي والخارجي، وأن تكتبي بلغة أدبية مراعياً توظيف الأساليب البلاغية المختلفة، وأن تراعي توظيف أدوات الربط وعلامات الترقيم، وأخيراً تراجعي مسودة القصة للتحقق من استيفاء عناصرها. تذكري معي عزيزتي الطالبة عناصر القصة، وهي البداية، الشخصيات رئيسة وثانوية، الحدث الرئيس وهو أهم عنصر في القصة، الحوار داخلي وخارجي، الزمان والمكان، النهاية، والنهاية يمكن أن تكون مفتوحة ومغلقة. هيا عزيزتي تذكري معي ما المقصود بالحبكة. هي طريقة بناء الأحداث وتطورها من البداية إلى الوسط إلى الذروة وأخيرا الحل، وتتكون من بداية وفيها يتم عادة تحديد مكان وزمان القصة وبعض الشخوص، العرض ويشتمل الموضوع، ويتطور عن طريق الصراع بنوعيه الخارجي والداخلي، ويؤدي الصراع إلى الذروة وهي قمة المشكلة وقمة الإثارة، والخاتمة وهي تشتمل تقديم الحل، وقد يكون الحل مغلقا أي محددا يغلق القصة، أو مفتوحا أي تترك النهاية مفتوحة، مما يفعل دور المتلقي ويبرز عناصر التشويق. نأتي إلى القصة وعناصرها. تذكري معي أن المكان والزمان والشخصيات من عناصر القصة. المكان هو البيئة التي وقعت فيها أحداث القصة، الزمان هو الوقت الذي حدثت فيه القصة، أما الشخصيات هناك شخصيات رئيسة وشخصيات ثانوية. الرئيسة وهي الشخصيات التي لا غنى عنها في سياق الأحداث، أما الثانوية وهي التي تمثل دورا ثانويا في القصة أي لا تؤثر على سير الأحداث. أنواع الحوار في القصة: يوجد حوار خارجي وهو الحديث بين الشخصيتين أو أكثر يسمى ديالوج، أما الحوار الداخلي وهو حديث الإنسان مع نفسه أي حديث داخلي ونطلق عليه مونولوج، ويستخدم لكشف بواطن الشخصية. والآن أكمل الفراغ بما يناسب. من عناصر القصة: الزمان، أحسنتي، المكان، الحدث، الشخصيات، الحوار، العقدة أي المشكلة، وأخيرا الحل أي النهاية، وبالطبع الشخصيات رئيسة وثانوية. والآن عزيزتي سوف أعرض عليك نموذج
لقصة. كم هو صعب أن يستطيع المرء العيش بعد أن يتخلى عنه والده، بل قد يستحيل، لكنه جعل من الصعب سهلا ومن المستحيل ممكنا. كان عادل شابا ناضجا، وكيف له أن يكون غير ذلك بعد أن ثقلته متاعب الدنيا وهمومها، فقد عاش فقر الحياة وحرمان الأب وفقدان حنانه، لكنه جعل من هذه العقبات حوافزا ودوافعا ليثبت وجوده، فكانت علاماته العالية دليلا على أنه لم ولن يتأثر بظروفه الصعبة، وكان بفضل ذكائه محل إعجاب. ها قد حان موعد إعلان نتائج امتحان الدخول إلى الجامعة، وقد حل عادل بالمرتبة الأولى، واستطاع الحصول على منحة لدخول كلية الطب البشري في ألمانيا، والأهم من هذا أنه حول شفقة الناس عليه إلى إعجاب واحترام. كان وداع أمه التي عملت خادما 20 سنة لأجله صعبا عليه، إلا أن طموحه كان أكبر من كل شيء. أكمل عادل دراسته وأصبح جراح قلب بارع، فذاع صيته ليصل كل أنحاء العالم، مما جعل أحد أغنياء أوروبا يفتح له عيادة خاصة. وذات يوم خرج من غرفة العمليات بعد إجرائه لعملية جراحية صعبة، سمع بأن ضيفا ينتظره، فقد كان والده الذي لم يعد يملك شيئا بعد أن أفلست شركاته وأصبح مدانا من طرف المرابين. لكن عادل لم يطرده، بل استقبله دون تذمر، فسأله والده عن سبب عدم حقده، فقال: لأن النجاح الحقيقي هو الذي يبدأ من لا شيء، كما أنني نجحت لرغبتي الجامحة في جعلك تندم لأنك لم تشارك في تربية شخص ناجح. وهنا نصل إلى نهاية درس اليوم. أترككن في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.